الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور عادل سليم من دار السكري في راس الواد، المؤسسة الأموية للصحة الجوارية في راس الواد. بمناسبة حلول الشهر الكريم نتقدم بالأحر التهاني لكل المواطنين وبالأخص للمرضى داء السكري اللي نتمنوا لهم إن شاء الله رمضان كريم وعيد سعيد إن شاء الله. هذه المرة راح نقدم بعض النصائح للمرضى تاعنا، ونبداو بالاشخاص اللي من المفروض ممنوع عليهم الصيام، واللي يتقسموا الى عده فئات، اهمها النساء الحوامل، لانه لاحظنا باللي يجيونا نساء حوامل وعندهم سكري ويقولوا نصوم، هذو هنا ممنوع عليهم نهائيا الصيام لانها تهدد بصحتها وصحه الجنين اللي بطنها. ثانيا بالنسبة لبقية الأشخاص، الناس اللي تتناول الأنسولين بجرعات كبيرة، واللي تتناول عادة 4 جرعات من الأنسولين بكمية كبيرة، هذا أيضا من المفروض أنه ما يصومش نهائيا. الناس اللي عندها مضاعفات داء السكري، مهما كانت يعني إصابات في العين، في الكلى، في الأعصاب، هذا كله المفروض عليه ما يصومش. الناس اللي عندها امراض مزمنه كامراض القلب، امراض الكلى، يعني تزامنا مع داء السكري، ايضا ما يصوموش. الناس الكبار بزاف في السن. بالرغم من كل هذا، احنا نشوفوا باللي هذا الاغلب المرضى يقول لك نصوم ويصوموا بالفعل. لذلك احنا نلقاو روحنا مجبرين على اننا نبقاو معاهم، نتابعوهم ونوقفوا معاهم، نقدموا لهم بعض النصائح. نبدو مع الاشخاص اللي قلنا اللي ممنوع لهم الصيام، هم كاين الاشخاص اللي عانوا في الفتره الاخيره هذه، في 3 اشهر الاخيره، من انخفاض متكرر في نسبه السكر في الدم، او العكس، او ارتفاع بنسب كبيره خلال الفتره الاخيره. الناس اللي وقعوا في نوبات، او كيفاش نقولوا هنا، كوما ايبوغليسيميك، ولا داروا دي سيتوس ديابيتيك، اللي هذو ايضا ممنوع لهم في الفتره الاخيره، انه ايضا ممنوع لهم الصيام. كما قلنا باللي اغلب المرضى يتعمدوا ويصوموا خلال الشهر الكريم ان شاء الله، ونحن نلقاو روحنا مجبرين باش نتابعوهم ونقدموا لهم بعض النصائح، اللي هي واهمها تكييف الادويه تاعو حسب مواقيت الصيام، سواء اقراص ولا الانسولين. الانسولين عندنا الانسولين اللي نسميه احنا بالانسولين بازال، او القاعديه اللي تندار مره واحده في اليوم، هذيك المفروض ما عندهاش تعديل، تندار الليل كالعاده، يعني بدون تعديل لا في النسبه ولا في الوقت. الانسولين السريع هو اللي راه يشكل لنا هنا مشكله. عاده الوجبه الغذاء راحت، يعني راحت الحقنه نتاعها، تبقى الحقنه اللي كانت تدار الصباح تبقى نفس الكميه تندار وقت الافطار ان شاء الله، والحقنه اللي كانت تندار وقت العشاء نقسموها الى نسبه 50% وتندار وقت السحور ان شاء الله، مع المراقبه الستريكت. واذا في حاله ما اذا لقينا باللي نسبه السكر تنخفض بزاف في النهار، هنا المريض راح يفطر. عندنا بعض القيم اللي نمدوها للمريض، اذا ما لقى روحو لقى نسبه السكر في الدم اقل من 70، من 0.70 غرام في اللتر، هنا راح يفطر، ما فيهاش نقاش. في حاله ما اذا لقى نسبه السكر تاعو اكثر من 3 غرامات راح يفطر ايضا، مع التركيز على تناول كميه كبيره من الماء. في حاله انخفاض السكر طبيعه الحال راح يتناول سكريات سريعه باش يرفع بسرعه نسبه السكر في الدم، وبعدها يتناول سكريات معقده باش يحافظ على النسبة المطلوبة في الدم. المفروض يعني هذا اغلب النصائح اللي نقدروها ندوها للمريض في شهر رمضان الكريم، ونتمنى لكم شهر رمضان مبارك وعيد سعيد ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير.